الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا التحسين دائما كنت أنصح به الناس وأنصح به دائما، وهو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا تحصين عظيم لإزالة العكس والنحس وتيسير الأمور. هذا التحصين إذا ربطته من مع الاستغفار ترى به العجب، لأنه يحصنك من العين والسحر والإنس والجن والشيطان، ولكن الإكثار منه. الإكثار منه أنا كنت أنصح به 1000، ولكن إذا أردت يعني أن تجتهد فيه تقول اليوم كله، خصوصا في هذه الأيام ستحس بالتعب والتغير والشجار والمشاكل ستكثر، خصوصا في هذه الأيام يحس الناس أنهم أحوالهم بدأت تتغير إلى الأسوأ. فتكثير من هذا التحصين فهو تحصين عظيم، وهو اختصاصي في إزالة العكس والنحس، مجرب شخصيا. فهو اختصاصي في إزالة العكس والنحس، يزيل العكس والنحس من حياتك. يعني ستبدأ ترى أثر يوميا، وفيه عديد من الأسرار. من أسراره ترى رؤيا جميلة، لأنه سيحصنك من الشيطان. لن ترى أشياء يعني التي تزعجك في المنام، سترى فقط منامات مبشرة بإذن الله. وكذلك مجرب يجلب الرزق. لماذا؟ لأنه سيبطل عليك العين والسحر والعكس، وسيبدأ يظهر أثر الرزق عليك. ومن عجائبه كذلك المحبة، يصبح الناس يحبونك. لماذا؟ لأن الناس لا يحبونك أو يكرهونك أو كثرة الأعداء، لأن عندك شيطان أو جن معك يصور للناس أنك أنت عدو. فلما تبدأ تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتكثر بها جد يعني يوميا بجد، ليس تكاسل، يوميا، ستبدأ ترى أثر الناس ينجذبون إليك. لماذا؟ لأنك محصن، ليس عندك شيطان يوسوس إلى الناس أو يظهر لهم أنك أنت بصورة غير جيدة أو أنت عدو لهم. كذلك الفتاة التي تريد أن تتزوج، من أراد أن يتزوج فليكثر منه. يعني قلت هذا الذكر إذا ربطته مع الاستغفار تروا به العجب. لا تحتاج أي شيء، فقط هذا الذكر زائد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق زائد الاستغفار ترى به العجب. تكثر من مثلا تجعل لك ورد، مثلا استغفار في 1000 في الصباح 1000 في الليل، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تقولها اليوم كله ترى به العجب. مجرب فيها عديد من الأسرار، تبطل السحر المأكول، يحرق بها الجن، لا الوسواس القهري يختفي نهائيا. الوسواس، لا الشيطان الذي يوسوس لك لا يستطيع أن يوسوس لك. مجرب تجريب، عديد من الناس جربوه، ولكن كانوا الناس اللي جربوه كانوا يقولون بالآلاف، أقل عدد 1000، 2000 اليوم كله، أو 1000 الصباح 1000 الليل، ترى بالعجب تحصين عظيم. من أراد أن يزيل العكس والنحس من حياته فليكثر من هذا الذكر. اتفقنا؟ هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.